الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، والتي نتمنى أن تكون يعني إن شاء الله مطلع الأسبوع كله خير عليكم. أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملا، ولكن قبل ذلك نرحب بطاقم البرنامج معنا في التنسيق ميرا المري، صبحت الله بالخير، وأيضا في الإخراج عيسى سبيل. تفضل دكتورة، صبحت الله بالخير. صباح الورد وصباح الجمال، صباح الأحد، بداية الأسبوع اللي يحبك الأحد إن شاء الله. نبتدي دائما يوم الأحد بطاقة إيجابية وروح عالية عشان يكون أسبوعنا جميل. نذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طبعا هاي كلها قنوات تواصل عشان تعطونا مقترحاتكم آرائكم شكاوي، إيش تحسوا ممكن يفيد القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. فتواصلوا معنا خلال ساعة من الزمن على الهواء. طيب قبل أن ندخل في تفاصيل البرنامج لليوم، حلقتنا وايد غنية اليوم، لكن خلينا ناخذ يعني أبرز ما ورد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الزميلة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين. أعطيكم بشكل عام الأشياء اللي صارت في عطلة نهاية الأسبوع. كان في مؤتمر دبي الثالث لجراحة المناظير النسائية اندو دبي، وكان يناقش رسالة وايد مهمة وموضوع وايد مهم يصاب به 10% من النساء في العالم، وهو بطانة الرحم المهاجرة. غير هذا، الشهر القادم شهر مارس يعتبر هو شهر التوعية بهذا المرض. هو صح مو خبيث لكنه مؤلم جدا. غير هذا، الحين اليوم يصادف اليوم العالمي لمرض السرطان. نسأل الله الشفاء لكل المرضى، ونسأل الله أن يعطيهم القوة على تحمل العلاج، ورب يشفيهم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا أسماء. نذكروا بأرقام بالحسابات هيئة الصحة ورسالتنا الصباحية. صحيح. من اليوم الأحد اللي يحبك الأحد. نعم. قبل أن تبدأ بالعمل خصص وقتا لترتيب مهامك التي عليك إنجازها ورتب أولوياتك لهذا الأسبوع. صباح الأحد الجميل. جميل. حساباتنا على قنوات التواصل الاجتماعي تويتر إنستغرام سناب شات وبريسكوب ودي اتش اي اندرسكور دبي، أما على الفيسبوك يوتيوب ولينكدين هو دبي هاتفورتي. وبس في معلومة واحدة أخيرة بقول لكم إياها قبل دندون. قولي. إن شاء الله باتر تعودتوا أن نقول لكم العيادة الذكية، لكن نعم. تغير الاسم. نعم. وبيصير صحتك لايف. صحتك لايف اسم العيادة الذكية الجديد على هاشتاج صحتك لايف. اللي حاب يقترح، اللي حاب يعطينا مواضيع يتمنى نحن نتكلم عنها. نعم. بنكون معاكم في صحتك لايف إن شاء الله باتر. إن شاء الله يا أسماء، شكرا لك يا أسماء ونهارك سعيد. شكرا للزميلة أسماء الجناحي، مسؤولة حسابات الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طيب يقول لك دكتورة، في ابتكار حشوات أسنانية أبدية. إنزين، يعني حشوة أبدية إلى الأبد. طيب أعتقد في عندهم حشوات الحين مال 20 سنة
في 20 في مؤقت في 20 في 5 سنوات حسب حالة السن، بس هي شكلها أبدية أبدية يعني تحطونها وتنسونها. انزين ما نشوف. ابتكر علماء كيمياء كنديون نوعا جديدا من حشوات الأسنان محمية من خطر الميكروبات وتخدم الإنسان مدى الحياة. ويقول بن هاتون من جامعة تورنتو في كندا إن حشوات الأسنان التي صنعناها من حبيبات نانونية محشوة بالمضادات الحيوية تشكل خطا دفاعا أوليا ضد الجراثيم التي تسبب تسوس الأسنان، وهذه التقنية استخدمت سابقا لكنها لا تحمي الأسنان من خطر التسوس إلا لفترة تمتد لحوالي أسبوعين. ويفسر العلماء سر ضمانة عدم تسوس الحشوة الجديدة أو الأسنان المتعلقة بها بالطريقة الجديدة التي تم بها تعبئة المضادات الحيوية في مسامات السيليكون من الداخل، والتي أصبحت أكثر فعالية من الحشوات السابقة بخمسين ضعفا. وأثبتت تجارب العلماء الأولية استمرار عمل الجسيمات النانونية في الحشوات حتى بعد سنتين من صنعها ومقاومتها الشديدة لتسوس الأسنان والميكروبات الأخرى، وهذا دليل كافي بحسب العلماء لبقائها صالحة مدى الحياة. والله محمود يعني شيء جميل. أتوقع بركب كل أسناني. ليش؟ إذا أسنانك زينة ما تحتاج تركب. بعد هاي الحشوات ضد التسوس مدى الحياة. زين صح، إنها تحمي من التسوس مدى الحياة وفيها مضادات بكتيريا، فنتم مدى الحياة. وإن استخدام تقنية النانو، طبعا تقنية النانو الحين حديثة وتستخدم في كثير من الخدمات الطبية أو في الطب بشكل عام، فتستخدم عليه في حشوات الأسنان، فشيء جميل. إن شاء الله ترى تدخل عندنا في الهيئة ونحشك لنا أسناننا إن شاء الله. قاسم يقول يفضل اسم البرنامج بالعربي، ليش تم إضافة كلمة لايف؟ لأن العيادة مش موجهة فقط للناطقين باللغة العربية، هي يعني موجهة للناطقين باللغتين، يعني بتكون فيها أجزاء كبيرة باللغة الأجنبية. صح. فنحط إن شاء الله في يوم من الأيام نطلع حتى بالتقالو بالأردو، ليش لا؟ يمكن سبحان الله بالإسباني. أوكي. شو علاج الكرشة يا دكتورة بن غفاني سلت؟ الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة. وين الدايت؟ الأكل؟ حلويات؟ طبخ؟ هذا كله مؤثر، ولكن علاج القاطع الرياض، المشي يحرق دهون الكرش. ولكن محمود نقطة مهمة، ما نتوقع أنه بمشي شهرين ثلاثة وبتشوف النتائج، يباله فترة طويلة. دهون البطن من أصعب الدهون اللي تنزل. كان عندنا مدرب يقول يعني كم صار لك تربي في الكرش هذا؟ فيقول له 3 سنوات. قال له في 3 سنوات، يعني في 3 شهور تبغي تشيله؟ ترى هو البنيان دائما صعب، سهل ولا البنيان الدهون سهل، هدم الدهون صعب للأسف. إذا دكتورة هل التركيب المتحرك اللي مرضى السكر ناجحة؟ ما أقدر، ما أعرف الموضوع للأسف، يبغى طبيب أسنان نسأله. إنزين أوكي. عموما بطلع فاصل، بعد الفاصل ما نتواصل إن شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا دكتورة على 600551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. زين اتفق مع الدكتورة، كل ما تبى وامشي يوميا ساعة. لا ما يسوي كل ما تبى، ما راح تخف، راح تربي كرش جديد. زين. خفوا الاكل وكلوا الياف اكثر وامشوا 5 أيام في الاسبوع تخف عندكم الكرش. عندي ريال يقول انا العب رياضة عشان اكل اللي ابغيه. والله نظرية برضو يعني. زين. على الاقل يعوض محمود يعني بدل ما ياكل ويجلس، احنا ما نأيد طبعا تاكلون تبونه. ياكل شو؟ ياكل ويجلس. اوكي انا سمعت يجلس. يجلس. زين. يعني ما نأيد طبعا نظرية خاطئة، ولكن على الاقل عنده يقوم بالأفرت يعني بالمجهود، على الاقل يحرق السعرات. الله يعينكم على هذه السماعات. هذه ام نادية. ام نادية تقول الاخ محمود شكله معصب شوية.
صباح الإجابة. لا والله مو معصب بس ما حاتبه بشغالة لأنا نطلع على الهواء فنبغي نسمعكم وبقادري. عموما مستشفى دبي أحد أهم الصروح الطبية اللي نجحت في أن تكون لها بصمة واضحة على الساحة الصحية محليا إقليميا ودوليا، فضلا عن كونه من المنشآت الأولى في العالم على مستوى التقنيات المتقدمة والتجهيزات الحديثة. وقد تعزز مكانة المستشفى الدولية ونجاحاتها المتوالية نخبة من الأطباء والمساعدين والفنيين وطواقم التمريض ومجموعة من الكوادر البشرية التي لا تدخر جهدا في الارتقاء بمستوى هذا الصرح الطبي التابع لهيئة الصحة في دبي. من بين النخب الطبية اللي يزخر بها مستشفى دبي يأتي الدكتور فوزي الصفدي استشاري أمراض وجراحات القلب في المستشفى الذي فرض اسمه عالميا بعد ابتكاره الخاص بجراحة ترميم الصمام التاجي الذي مثل نقطة تحول مهمة في هذا النوع من الجراحات على المستوى الدولي وأصبح متداول تحت اسمه واسم مستشفى دبي اللي تعد حاضنة للإبداع والابتكار في هذا المجال. صباحك الله بالخير دكتور، واليوم يسعدنا ان نحن نتكلم عن الابتكار في المجال الطبي وجدواه وايضا كيفية يعني ان مثل هذه الابتكارات تنسحب بشكل ايجابي على المرضى. ف يعني خلنا نتحدث دكتور في هذه البيئة المحفزة على الإبداع واللي توفرها هيئة الصحة بدبي كفرص يعني الانتقال من المحلية إلى العالمية. فنتكلم عن قيمة الابتكارات العلمية في مجال الطب وأهميتها، خاصة أنك أنت أحد المبتكرين على مستوى العالم، عندك الآن طريقة اسمها طريقة الصفدي في العلاج وتم توثيقها عالميا، فخلنا نتحدث عن قيمة الابتكارات العلمية في مجال الطب وأهميتها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن فعلا أشكر هيئة الصحة على جميع على المستويات، فهي تواكب هذا العمل وهي حاضنة متميزة لهذه الإنجازات. أقول يعني جراحة الصمامات هي من أدق عمليات القلب الجراحية وخاصة الصمام التاجي. تكمن أهمية هذا الصمام أنه بوابة، أنه بوابة فاصلة ما بين الدورة الدموية الصغرى العاملة بانخفض بالضغط المنخفض والدورة الدموية الكبرى التي تعمل على الضغط المرتفع، وهذه نقطة جوهرية. لأنه لو افترضنا أن هذا الصمام أصيب بالتضيق فأنه سوف يسبب ركود في الدورة الدموية الصغرى عند الأذين الأيسر، مما يسبب بتجلطات خطيرة أو ارتجاع ويسبب اضطراب في جريان الدم باتجاهين معاكسين، وهذا أيضا قد يسبب عملية اختلاط الدم فيما بينه ويسبب تجلطات ممكن تنتشر إلى الدماغ أو إلى سائر أعضاء الجسد. فمن هنا هذا الصمام هو معضلة ومشكلة مزمنة في تاريخ جراحة الصمامات. والتوقيت الجراحي مهم جدا لأنه قد يسبب عطل دائم وقصور دائم في عضلة القلب، وتكمن استراتيجية العلاج في اختيار أنواع الصمامات الاصطناعية كي يتم استبداله كما هو سائد. ولكن الصمامات الاصطناعية إنها عوارض جانبية خطيرة جدا على حياة الإنسان، وكانت هي وما زالت محط اهتمام أبحاث كثيرة للتخلص من عملية استبدال الصمامات، خاصة بالنسبة للصمامات المعدنية وما ينتج عنها، وأيضا بالنسبة للصمامات الحيوانية بالنسبة لقصر عمرها وأدائها على المدى المتوسط والبعيد. من هنا يبرز عملية يعني ناحية يبرز أهمية ترميم الصمام، إصلاح الصمام والإبقاء عليه، فهذه نقطة جوهرية ومهمة جدا. المحافظة عليه صعبة واقتصرت عبر يعني 30 سنة من المحاولات ب40 محاولة سجلت عالميا، وتأتي تقنية الإصلاح عن طريق دبي لأنه هي تسمى دبي تكنيك، تقنية دبي ممتاز لإصلاح الصمام التاجي
عبر العقدة عن ربطة الصفد الانزلاقية اللي هي جزء من التقنية اللي هي تسمى باسم دبي. فهنا أهمية هذه أن نستطيع أن نعيد صناعة الأربطة التي هي أوتدة الصمام التاجي صحيح بطريقة يعني فريدة متنوعة تسمح بإصلاح الصمام إلى حد بعيد جدا وبنسبة نجاح تقارب 100%. نعم. وهذه التقنية تفتح حقبة جديدة، يعني عندنا قفزة نوعية تحول في عالم جراحة الصمام التاجي. وقد الحمد لله طبقت هذه التقنية في العالم على مستوى أوروبي، وكانت مستشفى دبي هي الرائدة والأولى في العالم بتطبيق هذه التقنية، واستقطبت نخبة من جراحين العالم لإجرائها، وخاصة هي يعني تزاوجت مع التطور العالمي باتجاه جراحة المناظير. صح. وكأنها يعني خلقت لها الله سبحانه وتعالى خالق، ولكن إذا اعتبرنا التعبير المزاجي فكأنها تقنية، بالإضافة إلى كونها تقنية فريدة في إصلاح الصمام، ولكنها تتناسب تماما، يعني تمشي بنفس الاتجاه التطور العالمي بتحويل الجراحة من جراحة تقليدية بفتح الصدر إلى الجراحة عن طريق المناظير. وليس مستغربا أنه الجمعية العالمية لجراحة المناظير اهتمت بها اهتمام خاص، وبفضل الله تعالى قدمت فورا عضوية في هذه الجمعية بشخص رئيس الجمعية نفسه، وصار في دعوة رسمية وقبول لها في المؤتمر العالمي التي سيعرض في فانكوفر في الصيف في جون في كندا لكي تعرض على هذه المستوى. ومن أهم الاهتمامات العالمية بهذه أنه كمان بحضور معالي مدير هيئة الصحة، كنا في رحلة في دعوة خاصة إلى تكساس في الولايات المتحدة إلى أهم ومهد جراحة القلب على مستوى العالم في مركز هيوستون ميثودس دبيكي هارت أند فاسكولر سنتر. نعم. وكان في اهتمام جدا، وأجريت بعض حلقات التدريب على هذه التقنية، والترتيب جاري لإجراء عمليات جراحية مع هذه التقنية. ممتاز دكتور، يعني تقنية عالمية، ونتشرف جدا أن هنالك يعني طبيب عربي ومن إمارة دبي ومن يعني الأطباء اللي موجودين في هيئة الصحة بدبي استطاع أن يحفر اسمه بشكل عالمي على هذا الابتكار اللي أكيد أنه راح يساهم في إنقاذ حياة الكثيرين بشكل ميسر. الآن نتحدث عن البيئة اللي توفرها هيئة الصحة بدبي لتعزيز الابتكار. هل يعني البيئة هذه هي بالفعل مناسبة؟ أنا هذا السؤال بوجه لكم أنتم الاثنين. على المستوى الإداري نحن الحمد لله يعني هنالك بيئة معززة للابتكار، استطعنا بحمد الله وفضله أن ندشن واحد من أهم المشاريع على المستوى الإعلامي، دشنا قناة صحة وسعادة التلفزيونية عبر الإنترنت، وهو تطبيق ممكن المستمعين بالمناسبة أنكم تنزلونه اسمه DHA Media. DHA Media بتحصلون على الأبل ستور والجوجل بلاي. لكن دكتور نرجع لموضوعنا الآن، البيئة الابتكارية أو البيئة الصحية أو بيئة العمل في هيئة الصحة، هل هي بالفعل معززة للابتكار عندكم بالنسبة لكم كأطباء؟ أنا ما بدي أعطي يعني جواب نظري، أنا حكون جوابي عمليني يعني على الأرض. كيف لهذه التقنية أن تصل إلى أوروبا وإلى أمريكا، وكيف لها أن تصل بدون ما يكون في خطة استراتيجية حتى هالشيء يتنفذ؟ يعني لا يستطيع إنسان أن يقوم بهذا العمل بمفرده. صحيح. فأنا أقول أنه الإنجازات التي تحققت هي دليل على اهتمام
الهيئة بالإنجاز وبدعم الابتكار وأكثر من ذلك. يعني قامت المستشفى وبرعاية هيئة الصحة بمباشرة يعني قمنا بابتكار آلات المحاكاة، وهذا فريد من نوعه حتى على مستوى أمريكا وأوروبا. صحيح. فعندنا hands on يعني في نفس مستشفى دبي في ورشات العمل تابعة هندسة في مستشفى دبي صممنا ونفذنا أجهزة محاكاة، هي بداية حتى يكون في عنا بروتوتايب ونقدر ننتج على مستوى كل الهيئة أجهزة محاكاة للتعلم على هذه التقنيات وغيرها. جميل. أنا هذه مسألة برجع لها دكتور بعد الفاصل، ولكن قبل أطلع فاصل عيسى السؤال اللي بعد موجه دكتورة شو باختصار؟ طبعا محمود أن بيئة في هيئة الصحة مشجعة على الابتكار، مشجعة على الابتكار والإبداع بشكل عام، سواء كان عن طريق يكون التشجيع المستمر من رؤسائنا من مدراء القطاعات، حتى محمود في المؤتمرات اللي تتم حاليا إحنا نسير ونشوف إبداعات موظفين هيئة الصحة موجودة في مؤتمرات عالمية لحا نحضرها ويعترض فيها أحدث الابتكارات عشان إحنا نتعرف على هالابتكارات، وبالتالي يكون عندنا مجال إحنا نبتكر أيضا، فأكيد هي بيئة داعمة للابتكار. جميل. اليوم بعد يعني إن شاء الله ما نطلق واحدة من الأمور أو المبادرات اللي طلعوها الموارد البشرية عندنا هي مبادرة تسلم. زين، هذه مبادرة جميلة دكتورة، ممكن عن طريق النظام الموارد البشرية على مستوى حكومة دبي الجي آر بي هذا ممكن أنا أطرش رسالة شكر لأي زميل عندي في العمل. صحيح. وهذا يعني إذا 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 صادفت أنه قدم لي خدمة أو أنه حسيت أن هذا متفاني بالضبط. كمدير ممكن يعني رسائل شكر موثقة لهذا الموظف، الموظف رسائل شكر موثقة لمديره، فمثل هذه العملية بعد بتساهم في يعني تعزيز جو الإيجابية ما بين الموظفين. صحيح. تعزيز ثقافة الشكر بعد محمود، ثقافة الشكر مهمة أيضا. الشكر ولا الشكر؟ لما يكون شكر يسوي شكر. انزين نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله منكمل مع الدكتور الصفدي على السريع، وعندنا موضوع ثاني بعد ما نطرحه ان شاء الله. فاصل وراجعين. صحة صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، متواصلين معاكم عبر أرقام التواصل معنا دكتورة على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل معنا في الاستوديو الدكتور فوزي الصفدي استشاري أمراض وجراحات القلب، كان يكلمنا عن الابتكار وعن ابتكاره هو في مجال جراحة القلب. مرحب فيك مرة ثانية دكتور في الاستوديو. دكتور يعني عشان ندخل في الموضوع على طول دكتور، يعني أنا اللي يدور في ذهني حاليا ما قبل العملية التقنية اللي كانت قبل وما بعد العملية، شو اللي أضافته بشكل كبير وشو اللي سهلته؟ هي تقنية الترميم تقنية صعبة صعبة، يعني أنه وسيلة وليست يعني مهارات الجراحين. أوكي. فقليل عدد قليل جدا من الأطباء على مستوى العالم يعني توجه بهالاتجاه هذا وكرس حياته حتى تخصص صار تخصص. يعني أنت أنهيت هذا التخصص عند الدكاترة، وهذا اللي إحنا هدفنا، لأنه هذا التخصص ما من الصعب أنه يصير ريبروديوسبل، يعني من الصعب أن إحنا نعلم أجيال تانية، لأنه نعم يعني صعب مثل الحرفة أيوة صار حرفة. بينما نحن بدنا نجعل قاعدة جراحية بسيطة من خليها يعني بصير في أكسس على التقنية، بصير في يعني إقبال على هذه من كافة أطباء جراحين يستطيعون يسووا بهالطريقة السهلة هذه. يعني أنا بشبهها بقيادة السيارة بالمانوال فيما مضى وقيادة الأوتوماتيك، فتشوف قديش في ناس كانوا ما يستطيعوا يقودوا السيارة بطريقة حريم مثلا وقديش احنا هونا عليهم لما صاروا يدرسوه عن طريق. لا والله شيء حريم يسوقون التمر يا عير دكتور. دكتور في هيوستن كنت ذكرت لي موقف جميل دكتور، ان هنالك يعني تم السؤال عن مسألة الشراكة ما بين دبي وهيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، كان في رد جميل من قبلهم، شو قالوا؟
يعني عادة ما سؤال بديهي يسأل عندما يكون في وفد ذاهب أنه جايين كترينينج, يعني جايين شو عندكم بروجرام حتى أنه تتعلموا أو شو جايين تاخدوا, ولكن نحن كان عندنا شرف أنهم رجينا حتى نعطي. ممتاز. وهذا الشيء اللي على مسمع الوفد يعني بأعلى مستوياته كان أثقل القلب يعني, وأثرنا جميعا أنه يعني نحن ذهبنا لكي نعطي ما عندنا. صحيح. ونحن نفتخر دائما أننا نأخذ, هذا ليس شرف أنه يعني نطلب العلم ونروح في الصين, ولكن أجهد يعني تأتي لابد من أنه نرجع نعيد تراثنا كأطباء عرب, أنه نرجع نكون نحن منارة ومصدر أصدر علوم جديدة حتى على أعلى مستويات. قالوا نحن نأخذ من دبي الحين. صحيح. هذا الشيء يعني هن يعني أعلن أنه نحن نتعلم من 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 فريق نعم في دبي. جميل دكتورة, شغلة رائعة لما أكيد. لما هم محسوبين على العالم أنه هم دول متقدمة, ولكنهم بدأوا يأخذون العلم من إمارة دبي ومن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. يعني اللهم لك الحمد, قيادة رشيدة حكيمة قدرنا نوصل من خلالها إلى هذا المستوى, غيرنا يهدم ونحن ياسين نبني. أكيد نحن نستثمر في الإنسان وفي العلم في الإمارات. نعم. الشيء الملفت أنه يعني بمجرد أنه كان وفد من دبي الاهتمام كان ملفت حتى ما ينتظر يعني انتوزياسم يعني الحماس كان فيه الحماس الموجود. نعم. وحتى كمان يعني فهمنا انه هم يتطلعون يعني يستبشرون بدبي ان تكون هي المنطلق في المنطقة والعالم بكل ثقة, هم ينتظرون هالشيء يعني, وهم عندهم ثقة انه دبي سوف يكون لها شأن عظيم في الأجيال القادمة بالنسبة للناحية الأكاديمية وناحية التطور العلمي واستقطاب العلم والعلماء. ممتاز. نعم. دكتور صفدي, شو بيكون في جديد على تقنية الصفدي؟ هل هو هاي نهاية التقنية أو في تحديث تكون عليه؟ إطلاق أوريدي يعني هذه التقنية سيبنى عليها حتى لا أقول أنه بدأ. نعم. ولكن حتى يكون يعني واقع يعني غير مفرطين سيبنى عليها أشياء جديدة, سيبنى عليها تقنيات جديدة قد تتعدى جراحة القلب أيضا. ممتاز. ممكن تطبيقها في جراحات تانية, ممكن يعني تطويرها إلى بأشكال متنوعة, بالإضافة إلى أيضا أنه الحمد لله في عندنا ابتكارات في مجالات غير الصمام, بالصمام الأبهر, فبدأنا نحن أيضا بمعالجة بعض معضلات جراحة الصمام الأبهر وعرضت في مؤتمرات عالمية وقبلها. دكتور فوزي الصفدي استشاري أمراض وجراحات القلب في مستشفى بين حشاكرين لك تواجدك معنا, أتمنى لك التوفيق الدائم وأنت مفخرة يعني إن شاء الله لكل العرب, ونتمنى لكم دائما دائما أنكم تستمرون على هذه الروح, تستمرون على هذه الإنجاز. شكرا جزيلا للدكتور. شكرا. أنت متى بتبتكرين لنا تقنية؟ إن شاء الله محمود, قاعدين نجهز شيء إن شاء الله. بسمة انتي؟ ان شاء الله. طبخة ولا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. بدعم بدعمك اكيد دكتور فوزي اكيد. طيب, مشروع الربط الالكتروني بين هيئة الصحة بدبي والادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب انتقل للمرحلة الثانية للربط الالكتروني لضمان توفير التأمين الصحي لجميع المعنيين في امارة دبي. المرحلة الأولى تذكرين متى بدأت دكتور؟ شهر 4/2017 بالضبط, كانت بقرار من سيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي, صدر هذا القرار لتطبيق قانون الضمان الصحي في إمارة دبي. نحن نتكلم عن هذا الموضوع المهم في الدقائق الباقية من البرنامج مع الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور. الله بالنور. يا مرحبا اخوي محمود, حالك؟ كيف حالك دكتور؟ مرحبا دكتور حيدر. دكتور حيدر, اول شيء تعطينا نبذه عن عمليه الربط الالكتروني اللي تمت بين هيئه الصحه والاداره العامه للاقامه وشؤون الاجانب واللي تم في المرحله الاولى.
نعم. طبعا مثل ما نعرف ان المرحلة الاولى بدأت في شهر 4/2017 بناء على القرار رقم 6 لسنة 2017 الصادر من سمو رئيس المجلس التنفيذي. والمرحلة الاولى بالربط كانت تعتمد على عملية الابلود لشهادة التأمين الصحي، يعني مجرد ما يحصل الشخص على التأمين طلع لشركة التأمين شهادة التغطية التأمينية اللي عند تقديم اوراق الاقامة يحصل لها أبلود مع باقي أوراق الإقامة مثل طلب بطاقة الهوية والفحص الطبي والأمور هاي كلها، تطلع على السيستم بطريقة سكان وأبلود بحيث أنها تكون متوفرة عند تقديم الطلب، لأن طبعا أحد متطلبات تقديم طلب الإقامة أو تجديد طلب الإقامة هو توافر التأمين الصحي، إلا أن طبعا الآلية هاي إلى حد ما أقل تأكيدا وشمولية من المرحلة الثانية واللي هي مرحلة الربط الإلكتروني الكامل. في مرحلة الربط الإلكتروني الكامل بمجرد ما تأمن شركة التأمين الشخص تعمل له أبلود على النظام هيئة الصحة بدبي اللي هو مربوط مباشرة مع نظام الإقامة وشؤون الأجانب، وبالتالي يظهر مباشرة في نظام الإقامة أن الشخص حاصل على التأمين الصحي، وبالتالي الإجراءات أسرع بكثير وأسهل بكثير، وإمكانيات مرور يمكن طلبات غير أصحاب غير حاصلين على التأمين الصحي تنعدم بشكل أكبر. جميل. دكتور حيدر، شو أهمية أن يكون في تعاون قائم بين هيئة الصحة والهيئة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في هالشأن؟ نعم، طبيعي اليوم هيئة الصحة في مجموعة كبيرة من مشاريعها الحساسة هي جزء لا يتجزأ من حكومة دبي، وترتبط مع المؤسسات المختلفة في حكومة دبي. التعاون القائم ما بين هيئة الصحة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خصوصا في منظومة الضمان الصحي هو تعاون جدا حساس، طبعا انطلاقا من قانون الضمان الصحي الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، كان في توجيه إلى ربط التأمين الصحي بالإقامة لضمان توافر التأمين الصحي لجميع أفراد المجتمع، وبالتالي آلية التأكد من توافر التأمين الصحي بالنسبة لجميع الأفراد هو ربطها بالإقامة، وهذا اللي وصلنا بإذن الله تعالى إلى عملية تغطية المقيمين في إمارة دبي بنسبة 100% إن شاء الله تعالى. ممتاز. شو التأثيرات الإيجابية بتكون على المستفيدين من التأمينات الصحية؟ نعم، بالنسبة للمستفيدين طبعا اليوم سابقا قبل وجود ربط كان من الممكن أحيانا أن صاحب العمل ما يوفر التأمين للأفراد، وبالتالي ممكن يكون في حاجة لأن الناس تأخذ مبالغ من حياتها من مأكلها من ملبسها من احتياجاتها الأساسية وتصرفها على الصحة نتيجة عدم توافر التأمين الصحي. مع وجود الآلية اللي تضمن توافر التأمين الصحي للجميع والتغطية الكاملة إن شاء الله تعالى، هالخوف وهالمشكلة بالتأكيد تتلاشى وتصبح إمارة دبي مغطاة 100%، والناس يكونوا مطمئنين عارفين أنهم في حالة حاجتهم لأي احتياج صحي سواء كان طارئ أو غير طارئ فهم مغطائين والتغطية لهم مكفولة. هذا بالنسبة للشركات، الشركات دكتور والأفراد، يعني نحن نبغي نتكلم عن شركات التأمين، شو اللي أثر الربط على أداء شركات التأمين؟ بالتأكيد هذا رفع من أداء شركات التأمين، لأن شركات التأمين بروحها ما عندها الآلية اللي تضمن إلزام مثلا صاحب العمل مثلا بالتجديد أو المستفيد بالحصول على التغطية في الوقت الصحيح بالشكل الصحيح. وجود الآلية هاي يضمن التغطية، وبالتالي يزيد من عدد المؤمن عليهم، يقلل الفراغات الموجودة، فيحمي الأفراد ويحمي كذلك شركات التأمين في نفس الوقت. ممتاز. هل هذا الربط سرع عملية إجراءات الإقامة بشكل عام؟ بالتأكيد، لأن أصبح الربط آني، مجرد ما أن الشخص سجلت شركة التأمين خلاص ما في داعي أنه يعمل أمور أخرى. طبعا لا تزال الآلية السابقة موجودة، والفترة 6 شهور راح تكون موجودة كباك اب، يعني طبعا باعتبار أنه نظام جديد أحيانا إذا كان في أي انقطاعات أو كذا الآلية السابقة راح تكون شغالة لمدة 6 شهور في الباك جراوند، نتأكد من خلالها أن عملية الربط 100% فعالة، وبعدين إن شاء الله تعالى تنتهي عملية اللي هو النظام السابق في أبلود لشهادة التأمين. جميل. دكتور أنا هني أبغى أتطرق بعد كذلك، يعني بعيد عن الربط الإلكتروني، أبغى أتكلم عن بعض المواضيع الخاصة بالتأمين الصحي، من ضمنها دكتور يعني إذا أنت تطرق لمسألة مهمة أن أرباب العمل كانوا ما يوفرون هذا التأمين للأفراد أو العاملين، وكانوا يقتطعون من رواتبهم أو كذا بشكل يروحون يتعالجون فيها، الآن صارت على التأمين. طيب إيه رب العمل انزين سوى التأمين وخذ البيزات مال التأمين من راتب الموظف، صحيح قانون هذه حالات صارت اعتقد
صحيح صحيح. وإحنا طبعا هني نطلب من الموظفين أنهم يبلغون هيئة الصحة، وحتى لو بشكل يعني غير مثلا مو لازم أن احنا نروح له ونقول للموظف الفلاني أنت قطعت منه، فقط نبغى نعرف اسم صاحب العمل، وبالتالي نعم مع الجهات المختصة يتم التعاون معها، لأن في قانون الضمان الصحي في لائحة الرسوم والغرامات في غرامة تتعلق بالموضوع هذا اللي هو 10,000 درهم غرامة على كل رب عمل يقتطع التأمين الصحي من راتب الموظف. اليوم التزام رب العمل بتوفير التأمين الصحي هو التزام قانوني بقانون صادر من حاكم الإمارة، ملزم تماما هو بتوفير التأمين الصحي. دور الشخص المستفيد المشاركة بنسبة من العلاج، يعني اليوم صاحب العمل يوفر له التأمين، ما يدفع أي ولا درهم في الـ في في الـ في تكلفة البوليصة، لكن في حاجة الحاجة إلى العلاج، في حالة الحاجة إلى العلاج هناك مبلغ مقتطع، أحيانا يكون مثلا 10 دراهم أو 20 درهم 10% أو تصل إلى 20% في بعض الحالات. مبلغ الاقتطاع عند الحصول على العلاج هو مسؤولية المؤمن عليه، لكن تكلفة البوليصة هي مسؤولية صاحب العمل. ونقطة ثانية أخوي محمود أحب أنوه عليه، هني عملية تجديد التأمين الصحي مثل ما تعرفون خصوصا بالنسبة لباقات الأفراد، التأمين مدته سنة لكن أغلب الإقامات مدتها 2، وبالتالي مسؤولية رب العمل أو الكفيل أو رب الأسرة التأكد من أنه يجدد في الوقت المناسب كذلك التأمين الصحي للمكفولين أو للمسؤولين منه. طبعا بدت كل شركات التأمين أنها توجد باقات الأكثر من سنة، وهذا كان شيء يمكن غير متعارف عليه كثيرا في التأمين الصحي، إلا أن إمارة دبي واحدة من العمليات الاستباقية اللي عملتها كذلك ان احنا نربط التأمين الصحي بطول فترة الإقامة، وبالتالي اذا نسى رب العمل او شذا ما بتكون عليه مشكلة. وتوجد الان جميع شركات التأمين آليات مسهلة للدفع المقسط، بحيث ان اليوم حسبني أأمن العامل مثلا لمدة 2، مو لازم ادفع مبلغ 2 كامل بالبداية، وانما يقسط على 2 أو 3 دفعات، بحيث ان كذلك يسهل على المستفيدين وعلى اصحاب العمل. دكتور حيدر، في رسالة كانت وصلت لنا الأسبوع اللي فات الصحة وسعادة، كان واحد يقول إن هل ليش ما يتم في تذكيرات إن قرب انتهاء التأمين قبل شهر قبل أسبوعين عشان ما تتراكم عليهم الغرامات؟ سؤال جدا مهم، والحقيقة جميع شركات التأمين سواء من خلال تطبيقات ذكية، لأن أغلبها عندها تطبيقات ذكية لصاحب العمل تبين له من المؤمنين عنده، فمن خلال البوش نوتيفيكيشن في التطبيق الذكي أو الرسائل النصية تذكر. لكن أحيانا اللي نشوفه مثلا أن الشركات أو بعض الشركات أو بعض الأفراد لما يسجل في التأمين الصحي ما يحط رقم تليفونه الشخصي، مثلا يحط رقم الدريول أو يحط رقم جديم، وبالتالي إذا هم ما يرمون يصلون له بالتأكيد ما راح توصل له التنبيهات والتذكيرات. ومن كذا دائما ننبه أن يكون الإيميل إيميل فعلي وفعال، وكذلك رقم التليفون يكون رقم الكفيل نفسه أو الشخص المسؤول إذا كانت شركة في الشركة هاي، بمتابعة عمليات تجديد التأمين الصحي ومتابعة تأمين الموظفين أو المكفولين. جميل دكتور، يعني الجميل أن منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي منظومة فريدة، يعني راعت الكثير من المواضيع وهي في تطور دائم، دائما ما يكون هنالك في عيسى يشير لديكتين، خلني أخلص السؤال عيسى. طيب دكتور، أنا بس اللي أبغي أقوله دائما دكتور إن أي حد عنده أي ملاحظة عنده أي شغلة ممكن أن أنتم تأخذون بعين الاعتبار بهذه الملاحظات. أبغي أقول دكتور بعض الملاحظات الكثيرة كانت تقول على الموافقات من شركات التأمين، أنتم في عندكم أنظمة لرؤية هذه المسائل على السريع دكتور. نعم، بالنسبة لأول شيء للتواصل مع الهيئة من خلال بوابة خدمة المتعاملين بالضمان الصحي اللي هي I Promise، مجرد إذا أي حد يطلع على جوجل ويحط IPROMES، سواء كانت أسئلة استفسارات شكاوي أي شيء لأي عملية تتعلق بالتأمين الصحي يرد التواصل مع الهيئة من خلال النظام الإلكتروني. بالنسبة لعملية الموافقات، اليوم التأمين الصحي الهدف ان احنا نوفر للشخص العلاج اللي هو يحتاجه مش اكثر، لان اذا كان اكثر فاحنا بنسيء استخدام الموارد الموجوده، واذا كان اقل فاحنا ناثر على جوده الخدمات الصحيه اللي يتلقاها الشخص. فحسب كل بوليصه تامينيه في هناك يا حد يعتمد على مبلغ العلاج او نوعيه العلاج، يعني على سبيل المثال كل سي تي سكان بالتاكيد محتاج الى موافقه مسبقه. الموافقه المسبقه اذا كان الطبيب ذكر في طلب الموافقه ان انا محتاج اعمل السي تي سكان للسبب الفلاني والسبب كان واضح، مفروض الموافقه ما تتاخر، في الحالات الطارئه طبعا مش محتاجين الى موافقه.
في الحالات غير الطارئة عند شركة التأمين إلى 48 ساعة، لأن هذا علاج غير طارئ، وبالتالي حتى 48 ساعة، إلا أن نشوف الغالبية العظمى في خلال حوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات تم إصدار الموافقات. احيانا ما تصدر الموافقه لان المستشفى ما يحط المعلومات الكامله. لو اخذنا مثال السي تي سكان على سبيل المثال، شخص راح للمستشفى وعنده صداع شديد وطلب الطبيب انه يعمل له سي تي سكان، الصداع في حد ذاته لا يبرر وجود سي تي سكان. صحيح. بينما اذا ذكر الطبيب ان الشخص هذا عنده صداع وعنده ارتجاع وعنده اعراض بصريه، فهني شو هو خايف انه في نزيف مثلا عند الشخص، وبالتالي في الحالة هاي السي تي سكان مطلوبة. فإذا ذكر الأعراض كاملة تيل الموافقة مباشرة. إذا ذكر أنه فقط صداع ترجع شركة التأمين تقول له لا وضح لنا ليش أنت عنده صداع. الجستيفيكيشن واضح يكون للأعراض لكذا. هي مثل ما كانت بالضبط المعلومات أوضح تكون الموافقة سريعة، وأحيانا ترجع شركة التأمين تطلب من المستشفى أن يوضح المعلومات، وبالتالي يكون في تأخير في العملية هاي. كذلك أحيانا وشفنا الظاهرة بعض المستشفيات يمكن تتأخر في تقديم الطلب، لأنه يجمع مثلا عند اليوم أوكي على آخر الأسبوع بيجمع كم عندي، والله 50 موافقة. طيب هذه دكتور ممكن المريض يتقدم فيها أي ملاحظات من النوع ممكن يتواصل معنا مباشرة أو يتواصل مع شركة التأمين. واليوم إحنا نعمل يعني مثل مكالمات مفاجئة لكل شركات التأمين، نتأكد جميل. ان الكول سنتر شغال 24 ساعة. متى فاضي هذا الاسبوع دكتور؟ هذا الاسبوع متى فاضلنا؟ تمرنا متى ما تامر ان شاء الله تعالى بيكون مرة تبقى تحت الهواء، لان وقت البرنامج انتهى عندي دكتور. حاضر. شكرا حاضر. لك دكتور حيدر اليوسف مدير ادارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدوي، كان معنا عبر الهاتف. دكتورة شكرا لك. شكرا لك يا محمود. شكرا لك يا عيسى سبير، كان معنا في الاخراج، وميرا المري في التنسيق، مشكورة يا مير. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.